الأقسام الاستعجالي كيف ما ذكرتها قبيلة 184 مش يكونوا من أولويات وزارة الصحة بالنسبة للغيوغانيزاشون لامودرنيزاشون وسورتو الميزانيفو متاحهم. مانيش مش نختصروا راهو بالنسبة للأقسام الاستعجالية لبناءات واقتناء تجهيزات، لكن مش يكونوا مدعومين بدي ميزور داكومبانيومون كتكوين الأعوان وكل إطارات وزارة الصحة في حسن الاستقبال في توجيه المريض، وهذا مش ينقص عبء كبير على المؤسسات اللي هما في الخط الثاني والخط الثالث.